صاحب شوشتي اشتكت للشوشة من زمان. أنا الزبدة إنه طبعا ما يمديني إني أسافر أي مكان إلا لما يكون معي قطع. خذيت منهم هذا كلهم من الكولكشن الجديد. خذيت منهم هذا السويت بانز وهذا تي شيرت كذا يجي، بس إنه أنا رفعته عشان يعني يصير شكله كذا مور ستايل. وبعد تحته لابسه هذه، راح اوريكم اياها مع اللبس الثاني. فمره حلو، اموت على الكواليتي حقهم. يعني لو غسلتوه 1000 مره ما يخرب، يعني يظل مثل ما هو. هذا اللي احبه فيهم، وبنفس الوقت احب الستايلات الموجوده عندهم. فهذا اول واحد. طبعا ما لبست شوز توني صاحيه، فخليني اوريكم اللي بعده. هذا الثاني. طبعا هذا شورت مرة حلو وقت التمرين، مريح وفي ألوان. طبعا كل اللي قاعد أوريكم إياهم في ألوان. وهذه السبورتس برا كذا يجي من ورا شكلها. وخذيت جاكيت. طبعا هذا أحب الأشياء اللي زي كذا للمطار، مريحة عرفتوا عملية، لأن المطار لا هو حر ولا هو برد، يعني ما تدرون إيش الجو عرفتوا. فخذيت جاكيت معه احتياط إذا كان برد. طبعا لما اخذ الجاكيت معي كذا اسوي فيه لانه احتياط، فاكره اني اشيل الجاكيت في يدي خاصه اني اكون حايسه باشياء. خليني اوريكم كيف اسوي. طبعا ووريتكم السماوي بعد، شفتوا السماوي اللي كنت لابسته وانا رايحه من ميلان لباريس؟ بعد منهم يا اني البسه كذا، ولما اتحرك كثير واشيل الاغراض وكذا يضايقني اقوم اسوي فيه كذا اربطه كذا بس. اللي بعد اخر واحد هذا. مره حاب البرنت اللي عليه، هذا من الكولكشن الجديد. وطبعا البانس عندي منهم تقريبا كل الالوان من كثر ما احب الكواليتي. شايفين الخامه الستريتشيه بس عرفتوا اللي تلم كل شيء. زبدة الموضوع انه هذه الاشياء اللي خذيتها من الكوليكشن الجديد من عشاق، وراح اضل من عشاق. وبس والله خليني اوريكم الويب سايت، اوريكم القطع، واعطيكم كود الخصم حقي. طبعا هذا الست توني ما اخذته من شايفين من ورا. دقيقة كذا من ورا. طبعا تحت لابسة سبورتس برا تحته، مرة يجنن الكواليتي حقه واللون حلو. سماوي كذا فاتح عرفتوا. فبس المهم خليني اروح
ما بتأخر. De quel Orient nous parle-t-elle ? Raconte sa jeunesse. كنت في موضوع إنه خلاص أودع باريس وأودع البرد خايس اللي ما أدرس كل شيء، بس والله راح أروح أدور الشمس، ما أدري وين لابس بروح أدورها. واو، شوفوا الموية هذه من الأمطار قاعد تنزل من الجبل، وتلتقي وين؟ تلتقي بالبحر. شايفين؟ واو المنظر، منظر الغروب. اوه ماي جاد، يحق لي اترك باريس واجي هنا. البحر وراي، اختاروا جيبون شلالات، جيبون غروب، جيبون بحر، كله موجود. جاي الخير من المطار على طول، ما رجع حتى ما سويت تشيك ان بالخير. جاية اتفرج. قلت لهم ابغى فواكه، جابوا لي المزرعه اقطف فواكه. هذا نسيت وش اسمه، الحامض حالي، وش اسمه ذكروني، مو موجود بامريكا. هذه الشجره. بيرفكتو. بهدر شوزي عطاني تفاحه، ابي اغسلها من القدر. koja može da traje skroz do marta mjeseca ako se stavi u sijeno i baš lijep miris ima. And this is an autochthonous type of apple that can last until the month of March if it is placed in hay and smells very nice. Oh, okay. Ove godine nije dobro rodila, inače kad rodi tu bude po 100-200 kila i više jabuka. And this year she did not give birth well. Oh. Otherwise, when she gives birth, there will be 100,200 kilograms or more of apples. Wow. قال لها بالعادة تجيب تطرح أكثر، هالسنة ما طرحت زين. Ah, this is fake also. Explode. فطرت فواكه، لين قلتها من كل انواع الفواكه. الحين احتاج موالح. اه ماي جاد، بهدلت الشوز حقي. اعطاني شغله كذا زي الطماطم، اتوقع اللي يسمونها كاكا، ما ادري ايش يسمونها. خليني اجربها. زي كذا. ايه هي. يا اي نو ويتش ون، بس انه هذه كبيره بالعاده اعرفها صغيره. So good, like honey. مرة سكر نفس العسل. دوبري دوبري.
بتراوي وكوس سو جود يا لذيذة. رجعت البيت عشان اتروش وابدل وبعدين اطلع. طبعا تقروصت من النوم لين قلت امين هنا وهنا دمي عسل بزياده حبوني تركوا كل شيء وقاعدين ياكلون دمي. You had a